يا تارجت يعني انفلاميشن اوف ذا كورنيا. بص بقى معايا خلاص انا ابتديت الحصه. بص بقى معايا انفلاميشن اوف ذا كورنيا بنسميه كيراتايتس. يبقى اول سؤال يا شطار مش هتضيعين خالص، يعني ايه كلمه كيراتايتس؟ يعني انفلاميشن اوف ذا كورنيا. بيقول لك ساعات الانفلاميشن ده تيجي في الاستروما فقط والاوفرلاينج ايبيثيليوم يبقى سليم. تتوقع الانفلاميشن اللي في الاستروما فقط ده هيعمل ألسر؟ لا، ده بنسميه نون ألسراتيف كيراتايتس. لكن لما الانفلاميشن يجي في الاستروما وكمان يضرب مين؟ الايبيثيليوم. ده اللي يعمل ايه؟ ده اللي يعمل ألسر. وده موضوعنا المهم قوي اللي بنسميه ألسراتيف كيراتايتس. يبقى التقسيمه الكبيره ألسراتيف وايه؟ ألسراتيف وايه؟ ونون ألسراتيف. يا ترى ما هو الديفينيشن المضبوط للألسراتيف كيراتايتس؟ انفلاميشن انفولف ايه وايه؟ عشان يحصل ألسر لازم الانفلاميشن يجي في الاستروما اند الابيديميك. خلاص هنرجع للموضوع ده دلوقتي. خلونا بس نجيب الايه؟ النون ألسر. النون ألسر في الانفلاميشن الابيديميك. الابيديميك از انت الانفلاميشن فين فقط يا جماعه؟ الاستروما فقط. طب تعالى نمسك الموضوع ده. بيقول لك ساعات الانفلاميشن يجي في السوبرفيشال استروما وساعات يجي في الانترفيشال استروما وساعات يجي في الديب استروما. لو الانفلاميشن جه في التنشل قدامي من الاستروما بنسميه سوبرفيشال كيراتايتس. طب لو الانفلاميشن جه في الميدل ثيرد اوف الاستروما ده بنسميه ايه؟ مكتوبه ايه؟ انترفيشال كيراتايتس. مش معقول اقول لك الكلام ده في اول حته. اول حته بقى طبعا سوبرفيشال انترفيشال تحت ايه؟ لا احنا في الاول حته بنهتم بقى. مش معقول اخش في التقديمه كده على طول. فهمتوني يا جماعه؟ انا يبقى ليا دماغي يعني. انترفيشال كيراتايتس يعني الانفلاميشن فين؟ الانفلاميشن ده في التلف الانتيريور. طب ده في التلف الايه؟ الميدل. مهم قوي يا بقى، هو الانفلاميشن في البوستيريور ثيرد بنسميه ايه؟ طالما ده سوبرفيشال وده انترفيشال يبقى الثالث ايه؟ ديب انفلاميشن. الديب كيراتايتس لها اسم لازم تحفظه. اسمها الثاني كيراتايتس بروفاندر. على فكره كلمه بروفاندر بالعربي يعني عميق. اللي احنا ما قلناش حاجه. ديب كيراتايتس يعني كيراتايتس بروفاندر. دي الكيراتايتس يعني الكيراتايتس العميقه. ماشي، اشهر فايروس هناخده الحته الجايه. فايروس بيحب يضرب الاستروما دي، بيحب يعمل لي بوستيرو انفلاميشن الهربس زوستر فايروس. ناخد الحته الجايه ان شاء الله. يبقى اشهر فايروس بيعمل لي دي الكيراتايتس هو مين؟ الهربس زوستر فايروس. سيبك من موضوع النون التراتيف، علشان النون التراتيف ده كلام صغير شويه يعني جاب كلام كبير شويه. خلينا في الايه؟ بتاعتنا اللي هي مين؟ الالتراتيف كيراتايتس. اللي هي الكورنيا الالتر يعني. اي كورنيا الالتر في الدنيا نوعين كبار. اي كورنيا الالتر نوعين كبار. عندي برايمري كورنيا الالتر وعندي سكندري كورنيا الالتر. خلاص؟ البرايمري كورنيا الالتر بيقول لك ان السبب اللي هو انسايد ذا ايه؟ ذا كورنيا، عشان كده سميناها برايمري. لكن بص على العيان ده، العيان الفرعيه بتاعته سليمه. طب وبعدين عنده ايه يا دكتور؟ جاله انفلاميشن هنا فين؟ في الكونجكتيفا، والاورجانيزم طلع من الكونجكتيفا على الكورنيا عمل ألسر. السبب الرئيسي فين؟ في الكونجكتيفا، عشان كده بنسميه سكندري كورنيا ألسر. يبقى اسألك سؤال، سكندري كورنيا ألسر بتبقى سكندري تو سكندري تو كونجكتيفايت. جميع انواع الكونجكتيفايت، جميع انواع الانفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا ممكن ينقل على الكورنيا. ليه؟ طبعا عشان الابيثيليوم بتاعهم ايه؟ واحد. مكملين مع بعض. اذا اي انفلاميشن هنا في الكونجكتيفا بسهوله ينقل على الكورنيا. لو الانفلاميشن في الكونجكتيفا عمل لي كورنيا الالتر هسميها برايمري. سؤال حضراتكم سميها ايه؟ سكندري كورنيا الالتر. السكندري كورنيا الالتر سببها جميع انواع الكونجكتيفا. مكتوب عندكم ام بي سي بي. سيبك من الكلام ده هنبقى هناخده بعدين. انواع الكونجكتيفايت اللي احنا لسه ما خدناهاش بتعمل ألسر اسمها ايه؟ سكندري. خلينا في مين؟ خلينا في البرايمري. البرايمري ألسر حاجه من الاثنين، يقول لك يا السبب انفكشن تسميها انفكتيف ألسر يا السبب نون انفكشن تسميها نون انفكتيف ألسر. يعني البرايمري انفكتيف مكتوبه ايه؟ وايه؟ ونون انفكتيف. الانفكتيف سهل. الف انت بقى اكيد عندي شويه ايه؟ بكتيريا، عندي فيروس، عندي فانجاي، عندي بروتوزوا. ان شاء الله ان شاء الله النهارده ناخد مثال للبكتيريا. عندنا النيو جاي بتعمل لي ألسر مهمه جدا 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 هندرسها النهارده، الهيجوبين ألسر. يعني اول حاجه هندرسها النهارده هناخد مثال للبكتيريا الانفكتيف البرايمري ألسر. فاهمني؟ بكتيريا الانفكتيف ايه؟
برايمري هناخد ان النيوموكوكايت بتعمل ايه؟ هتدوب الارض. خلصنا البكتيريا ناخد الايه؟ الفيروس. عندي مثالين للفيروس، هيربس سمبلكس فيروس وهيربس زوستر فيروس. يمكن النهارده نخش شويه من هيربس سمبلكس فيروس، والحصه الجايه ناخد الايه؟ هيربس زوستر يعني ايه في العين. ويبقى كده خلصنا الفيروس. الحصه اللي بعدها ناخد الفانجل كيرابايتس، ناخد الكانديدا بتاعت الفانجل كيرابايتس. الحصه اللي بعدها او في نفس الحصه ناخد بروتوزوا زي الايه؟ زي الاكانسميدا. تعمل لي اكانسميدا ألسر او اكانسميدا كيرابايتس. فهمتوا احنا هنمشي ازاي في المرحله القادمه؟ هناخد انواع الألسر. هنبتدي بالانفكتيف، ناخد الهايبوبيك، وبعدين ناخد الهيربس سنتس، وبعدين ناخد الهيربس زوستر، ناخد الفانجل، وبعدين ناخد البروتوزوا. كده يبقى خلصنا مين؟ الانفكتيف. نخش على مين؟ على النون انفكتيف. هناخد الكلام ده بقى نبتدي بالنون انفكتيف. مثلا الحصه اللي بعد الجايه النون انفكتيف ارض. هقولهم دلوقتي كاثاني بس. النون انفكتيف ارض كاثاني اهو، هذا النون انفكتيف ارض. في حاجات خدناها وحاجات ما خدناهاش. في ارض ما خدناهاش اسمها موروند ارض، لسه ما خدناهاش. طب في ألسر بتحصل فوق، لو واحد عنده أوباستي، أوباستي الكورنيا ممكن يحصل فوقها ألسر، خدناها دي. أتيروميتس ألسر، صح. طب في ألسر بتحصل نتيجة لوس أوف سنسيشن أوف ذا كورنيا، صح. نيورو باراليتيك ألسر، حد يعني لاحظ الألسر دي بتحصل نتيجة لوس أوف سنسيشن، يعني مش تبعها إيه؟ مش تبعها إنفكشن، فتبع ليه؟ الألسر اللي كانت بتحصل فوق الأوباستي كان تبعها إنفكشن؟ لا اسمها ايه؟ ترومتس ألسر. واحد خبط في عينيه حصلت له ألسر، دي سهلة دي ايه؟ تروماتيك ألسر. هل التروما دي بتعمل انفكشن؟ مفيش انفكشن ولا حاجة. ممكن يحصل سكندري انفكشن، بس ده مش موضوعنا. يبقى التروماتيك ألسر تبع النون انفكشن. في ولد صغير عينيه بتدوب. بتدوب بنسميها ماليشيا. ملتنج يعني الكورنيا دابت. عيال صغيرة القرنية بتاعتهم بايلاترا بتدوب، تخيل؟ القرنية اليمين دابت والقرنية الشمال دابت. مرض اسمه كيراتو ماليشيا. ماليشيا دي اختصار كلمة ميلتنج. ميلتنج يعني كورنيا دابت. أنا ما شاء الله. طب فاكر العيان اللي عينيه ما بتقفلش؟ اقفل عينيك، الحمد لله أنا ما عنديش إيه؟ لا تصل. عيان اقفل عينيك مش عارف أقفلك. ده مرض اسمه إيه؟ لا تصل. لو لا قدر الله العين مفتوحة طول النهار يحصل إيه؟ الدموع تتبخر. يحصل إيه جوه؟ كورنيا الألسر. اسمها كورنيا الألسر اللي بتحصل مع الإيه؟ مع اللا تصل. ماشي يا جماعة؟ دول اللي قلت الصورة كده ممكن تنساهم. خد من المورنز الام ومن الاثيروميدس الاي ومن النيورو باراليتيك الام، تبقى ايه؟ مان هي التكتيره دي لسه كده دمها كان تقيل بس معلش. ام اي ان تبقى ايه؟ مان. من التروماتيك ناخد التي، ومن الكيراتو ماليشيا ناخد الايه؟ الام. ومن الكيراتاتس والسلاج اوف سالمك ناخد الام، تبقى ايه؟ سي ام ال. ماشي؟ مين المان اللي بيقول تمادلي معاك؟ عامل ايه؟ خلاص ماشي. الله يحرقه. طبعا الكلام ده ايه؟ حرام. انا بس يعني ايه عشان مسهل الموضوع. ماشي. الله يحرقه. مش مع اجاني انا بسمع اجاني، الحمد لله تاب الله عليا. كنت بسمع اجاني واحنا صغيرين وانا قدكم كده يعني. خلاص؟ سبحان الله. انا كنت انا يعني وانا صغير كده مش متخيل ان انا ما بسمعش اجاني ليه؟ كويس؟ بس الحمد لله مفيش وقت يعني. خلاص؟ واحد مثلا اللي بيسمع اغنيه دلوقتي اكنه يعني ايه؟ اكنك بتعذبه. ما بحبش. كويس؟ بتضايق. خلاص ربنا يتوب علينا جميعا يعني ان شاء الله. خلاص يبقى ايه؟ بص مش عايز تحفظهم كده. بص انا ابص على الصفحه احفظها انت حضرتك. بعد يقول لك انا مش محتاج تسكيبات. انا هبص على الصفحه احفظها ماشي انت حضرتك. ام اي ام سي ام ال من غير كده هتنسى واحد. ام مر ايه؟ اترون. ام روباريت تي اوتوماتيك. الام ماليشيا. ال الكاربات اللي دخل مع اللاجوسان. من غير كده والله ما هتحصل. هتنسى واحده. هتنسى واحده. هنبتدي بمين يا شطار؟ بوتيتو. هنبتدي بالهايبوكلوس اللي هي بكتيريا. وبعدين نخش برضه في الايه؟ في الفيروس عشان تبقوا عارفين يعني. عشان خلاص الهايبوكلوس ونروح. ما عادش فيه مروح. انا ما اقعدش بحبكم ده. انا هليكوا درس لما تفرفروا مني. الاول يا دكتور كنت بحبكم بتاع عايزين نروح. روحنا يا حبايبي. كويس؟ المذكرة ناقصة والحاجات دي أنا هوريها. طب ليه؟ نعم. خلاص. خلاص المعاملة اتغيرت. خلاص.
بعد ال 100 جنيه ايه؟ هي بعد ال 100 جنيه اه في طالب الحته اللي خدته ب 100 جنيه يرجيكوا كده؟ 100 هم 100 هي 100 هي 100 100 طيب دي 500 جنيه معلقه لسه دي 500 جنيه معلقه لسه اللي يجيب ايه؟ يجيب حاجه في الكتاب الرجعي مش موجوده في الكتاب 500 جنيه أقولكم على حاجة أنا كنت بذكرها من طالب فيكم كويس؟ أول ما بنحتاج بقيت ليه؟ عن التقديمة في الأول أنا مش مكملها لقيته مكملها بخط إيه؟ لقيته مكملها بخط يا جماعة ما هتيجي كمان شوية مش معقول كده يعني حرام عليكم بكملها بخط الايد والله العظيم هذا الطالب اللي هو مين انا مش عايز اعرفه بكملها بخط الايد هي جاية بعد كده الثقة الثقة اللي انا كنت بحبها فيك وفين الثقة يلا بقى ايه العجوب الارض تعالى نستمر حكاية تعالى نستمر حكاية العجوب الارض من الاول بقى بالاول انا ازاي الالسر دي تبقى هايبوبيك الالسر يقول لك عشان يحصل ان الالسر دي يبقى اسمها هايبوبيك الالسر لازم الاورجانيزم والتوكسين تكون قويه جدا او بعدين اهو وبعدين التوكسين دي تروح معديه من الاسطوانه توصل لحد الايرس تعمل لي انفلاميشن في الايرس فظيع جدا ومن كتر الانفلاميشن ده بيبقى فظيع بيوصل لده كمان للسيلري بودي انفلاميشن في الايرس اسمه ايرايس انفلاميشن في الايرس وفي السيلري بودي اسمه ايريدوسايكلايتس يبقى غالبا هيحصل انفلاميشن في الايرس وفي السيلري بودي اللي بنسميه ايريدو سايكلايتس يلا دوس انت بقى ايوه دوس ازاي يا باشا كمل البلاد فيسلز اوف ذا ايرس تخفيف الانفلاميشن فالدرينات يطلع منها كميات فظيعه من البروتين البروتين يطلع منها كميات فظيعه من الاكسس الاكسس ده فيه بروتين وفيه مواد كتير الاكسس ده لما يبقى كتير قوي يترسب كده في قاع الانتيريو تشامبر اهو ترسب هنا ويعمل لي مادة لونها أصفر وملزقة فيسل سبق البطن المادة دي اسمها ايه بقى؟ اسمها مادة الهايبوميون كلمة هايبوميون دي مقطعين هايبو يعني داون بيون يعني فص يعني الفص اللي موجود داون اقول لك الأرثر دي بقى الأرثر اللي معاها ايريتو سايكلايت ومعاها مادة الهايبوميون انسايد بقيتي نسميها على اسم الهايبوميون نسميها ايه؟ هايبوميون ألسر يبقى ما هو الديفينيشن الصحيح للهايبوميون ألسر؟ هي ألسر عادية جدا لازم يبقى معاها تو كونديشنز قولهم انت بقى ديفير ايريتو سايكلايتس اند هايبوميون فورميشن انسايد وات؟ انسايد ذا انتيريور تشامبر طيب يا ترى الديفينيشن بتاع الهايبوميون ده صح؟ هل هو بس فعلا هايبو يعني دوت ويون يعني بس هل هو بس فعلا؟ ده عبارة عن شوية ايه يا جماعة؟ اكسوليت عشان كده الديفينيشن الصحيح ده ستيرايل بس تيرايل بس لانه عباره عن شويه ايه؟ شويه اكس السؤال اللي انا لقيته في ورق اللي هو اللي بتاعكم الزيادات ده في ورق كده لقيته متوزع السنه اللي فاتت امتى هذا البص او هذا الهايبوميون هو المفروض ان هو تيرايل امتى يبقى نوت تيرايل؟ سؤال كنت لسه اقول عليه دي ولا حاجه خلاص هو قال صح لما يحصل بيرفوريشن لو الانسر دي اتخرمت مين هيخش؟ الاورجانيزم ويعمل لي جوه هنا ايه؟ انفكشن يبقى السؤال امتى يبقى نوت ستيرايل؟ امتى الهايبوميون المفروض الهايبوميون امتى يبقى نوت ستيرايل؟ نكتب عندنا لو حصل ايه؟ لو حصل ايه يا جماعه؟ لو حصل بيرفوريشن طيب تعالوا نتكلم عن الهايبوميون السايت الهايبوميون حته الهايبوميون فوق ولا تحت؟ فوق ولا لا ده تحت؟ تحت في البوتوم اوف ذا تشامبر الاورجن بتاع ماده الهايبوميون هو عباره عن ايه الماده دي؟ اكسوديت طالعه منين؟ استنى انا هقولها لك طبعا من الانفليمد ايرس بلاد فيسل حد فهمني؟ طبعا من الانفليمد ايرس بلاد فيسل يبقى الماده دي عباره عن اكسوديت طبعا من الانفليمد ايرس بلاد فيسل الماده دي لونها ايه وطبيعتها ايه؟ يلوش اند فيسل خلاص؟ الماده دي احنا اتفقنا ان هي في الاول وفي الاخر عباره عن شويه ايه؟ شويه اكسوديت يبقى طبيعي ان انا الاقي جوه الاكسوديت فايبرين عادي طبيعي ان انا الاقي جوه الاكسوديت انفلاماتوري سيلز بوليمورس عادي مش طبيعي ان انا الاقي جوه هنا جوه هنا ايرس بيجمنت ليه؟ بيقول لك الاكسوديت ده وهو طالع اكيد معاه كاتش خد معاه شويه من الايه؟
سؤال للبيجمنتيشن اوف ذا ايريس خدهم معايا. هسألك بقى سؤال، مما يتكون الهايبوبيوم؟ طبيعي نلاقي فيه فايبرين، طبيعي نلاقي فيه انفلاماتريسس، لانه معمول على شويه ايه؟ شويه اكسوديت. جه منين الايريس بيجمنت؟ اكيد جه من الايريس. الاكسوديت هو طالع خد معاه شويه ايه؟ شويه ايه؟ شويه بيجمنت. خلاص ماشي يا جماعه؟ اهي بقى هذا ده المنظر، في ناس بتحب كده، ده المنظر الكروكي عشان نشرح، وده المنظر الحقيقي. قابل الهايبوبيوم ده المنظر الحقيقي اهو، مختلف. صورة دي غير دي، بص بقى احلف ان دي ألتر الأول كده ليه؟ عشان الأرض تبرك، بنحلف ان دي ألتر عشان الأرض تبرك، واحلف ان دي هايبوبيوم ألتر ليه؟ عشان ايه؟ عشان دي ايه دي؟ دي مادة في الإيه بقى؟ الهايبوبيوم عادي شوية مواد لونها أصفر ودايما بتبقى زيرو ديليتو. موجودة فوق ولا تحت؟ تحت أو إن ظبطت مقطع كتير شمس. الألتر اللي معاها مادة الهايبوبيوم أثناء إيه لما جالك الامتحان في الطوالت هايبوبيوم قلت ألتر بس تنقص. مادة إيه؟ يعني ده يخرم عليك أهو ده مين؟ هايبوبيوم يبقى دي هايبوبيوم ألتر. ماشي يا جماعة؟ الإيديولوجي زي أي ألتر في الدنيا على كم محور؟ الإيديولوجي بتتكلم عن كم حاجة عادي؟ على كده همشي سريع بقى خلاص. انا خدت كل الكلام مكرر. الايديولوجي على كم محور؟ ثلاثة. بنتكلم عن ثلاث حاجات، ايه البريد بودنج فاكتور، ايه الاورجانيزم، ازاي الاورجانيزم وصل لعينينا، يعني ايه الايه سورس اوف انفكشن. اول حاجه البريد بودنج فاكتور خلصت از بيفور، مش هقولها تاني. لكن البريد بودنج فاكتور عندي بريد بودنج فاكتور جنرال وبريد بودنج فاكتور ايه لوك. ايه جنرال بريد بودنج فاكتور اللي تجيب اكتر المناعه قليله؟ طب ايه اللوكال؟ فقد واحدة من البروتكتيف ميكانيزم. يعني الخلاصة انا عندي بريدز بودنج فاكتور جنرال ولوكال، ومش هشرحه كاني شرحته. خش على الاورجانيزم. احنا قلنا اهم اورجانيزم ايه؟ لسه قايلها في التقسيمة نيو بوكاي. بقول لك النيو بوكاي مسؤول عن 80% من الحالات، وبتعمل لي هيبوبي الاثر من النوع التيبيكال. هو دي اتيبيكال. ايوه، ايه الفرق ما بين التيبيكال والاتيبيكال؟ هيبقى الالتر جدول هقوله كمان شويه. خلاص ماشي. يبقى النيو بوكاي كام في الميه؟ 80%. وبتعمل لي الالتر من النوع التيبيكال. طب تعالى نخش من الاتيبيكال. طالما دي 80% يبقى الاتيبيكال كام؟ 80%. والاتيبيكال هيبقى من الالتر تبعها اذر اورجانيزم. هم مفتوح قال لي انت بقى جنب ستاف وستريبتو اي حاجه، بس في اورجانيزم كتير عايزك تاخد بالك منهم. في اورجانيزم اسمه موراكس ليكوفيكان. بيقول لك ان الاورجانيزم لما بيخش في العين مش في الاول بيعمل اتيبيكال هيدون الزر، لا بيجي في الاول هنا اهو كده اهو. الاورجانيزم الغريب ده في الاول بيجي يضرب المنطقه دي، بيضرب المنطقه بتاعت الكانساي او بتاعت الانجل اوف ذا ان شاء الله ناخد الكلام ده في درس الليل. هقول لك ان الاورجانيزم ده بيعمل مرض اسمه انجلر بليفارو كونجنكتيفايت، يعني انفلاميشن في الانجلز اوف ذا ليبس والانجلز اوف ذا كونجنكتيفا. فبنسميه ايه؟ انجلر بليفارو كونجنكتيفايت. وان شاء الله لما نيجي ناخد المرض ده هقول لك ان الاورجانيزم ده ممكن يوصل لفين؟ للكورني ويعمل لي انسر. والله لا انتوا قايلين اسمها صح، اتيبيكال هايبوميوم. يبقى الاورجانيزم ده يا جماعه في المورس ليكويد كده في الاول بيعمل ايه؟ انجلر بريفارو كونجكتيفايت، وعين يعمل لي اتيبيكال هايبوميوم. عشان كده ان شاء الله لما نيجي ناخد السورس اوف انفكشن هقول لك من ضمن السورس اوف انفكشن العيان يكون عنده ايه في الاول؟ صح، انجلر بريفارو كونجكتيفايت هتلاقيها موجوده في السورس اوف انفكشن. الامر اورجانيزم تاخد بالك منها. في اورجانيزم تاخد نعم سكندري الاورجانيزم مش في الكونجكتيفايت. يعني المرض ده الانجلر بريفارو كونجكتيفايت ده مش هندرسه في الكونجكتيفايت. احنا السكن دي هتيجي منين؟ الكونجكتيفايتس ده المرض ده مش في الكونجكتيفايت، هنعتبره في الانجل اوف ذا ليد. خلاص؟ يجي في الانجل اوف ذا ليد الاول ويكومبليكيت بانجلر كونجكتيفايت. يعني هو في الاول انجلر بريفارايت وبعدين انجلر كونجكتيفايت وبعدين اتيبيكال هيبوبيوم الارض. يبقى في الاول جبت الليد يبقى مش تبع السكن. خلاص ماشي؟ لا اثناء الاول من الليد ده مش تبع امراض الكونجكتيفايت. اللي بتاع السكندري ألسر معروفين هم خمسه، ما ينفعش تجيب لي مرض تاني. ماشي؟ لسه ما خدناهمش، هناخدهم في الكونجكتيفايت ان شاء الله. طيب يا جماعه يبقى طيب في اورجانيزم تاني اسمه سودومونس فالجينيا. فاكرين ازازه السبكه اللي بنسبه فيها عين العيانين؟ فهتاخد ايه؟
تاخد الايه؟ الفلوريدين. مره قلت لكم ان الاطرب وحشه ومين حلوه؟ انا عندي نوعين من الصبغه، الازاز اطرب اسمها فلوريدين دروب، وورقه كده فيها صبغه هنا اسمها فلوريدين دروب. الازاز الاطرب دي ما بحبهاش ليه؟ الازاز دي بتحوش جواها سيرتن اورجانيزم. اسمه ايه الاورجانيزم ده؟ سودومونس بايوتينيا. يبقى السودومونس بايوتينيا ده موجود انسايد مين؟ انسايد الكونتامينيتد فلوريدين دروب. عشان كده انت لو خايف على عيالك كويس تحب تصبغ عينيك، لو مثلا مامتك اللي بيبرك كويس لازم عايز تصبغ عين والدي لازم اجيب له ايه طبعا؟ الروتين ايه؟ تريب. احتمال تكون الاطرف فيها اورجانيزم اسمه سودومونس فايروسينيا كويس؟ هيجيب له ايه ده؟ الاورجانيزم ده اتريكال هيبوجر خلاص؟ سورس اوف انفكشن انا قلت وان سورس انجلر اللي بروح مش بتفرج ده مش الكومون يا جماعه. الكومون حاجه ثانيه. الكومون سورس هو التاكريوس السايت. هذا العيان وادي اللاكرومال سايت. انفلاميشن في اللاكرومال سايت اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه داكروس سايت. بيقول لك معظم حالات الداكروس سايت الاورجانيزم بتاعها بيبقى نيوكوكار، ومن نيوكوكار يطلع من هنا على هنا على الكورنيا يعمل ايه؟ تيبيكال هيرون اكثر. يبقى ليه الموست كومن سورس هو الداكروس سايت؟ لان معظم حالات الداكروس سايت سببها ايه مكتوب عندكم اهو؟ سببها ايه؟ معظم حالات الداكروس سايت نيوكوكار. طب قول لي الموست كومن اورجانيزم واحد اثنين ثلاثة. قولي الموست كومن اورجانيزم نيوكوكاي. الموست كومن سورس الموست كومن بريدسبوزنج فاكتور. عشان النيوكوكاي تخش جوه العين تنفع تعدي من الانتكسيريال يبقى لازم يكون في هنا عشان نعدي النيوكوكاي كورنيا الايه؟ ابريشن. يبقى لو اخترنا واحد من كل واحد، يعني لو اخترنا واحد من بريدسبوزنج فاكتور يطلع الابريشن، اخترنا اورجانيزم يطلع نيوكوكاي، اخترنا صوت يطلع داكتور ستارت. عشان كده لو انا عندي داكتور ستارت ومليانه نيوكوكاي وفي نفس الوقت عنده هنا ابريشن، احلف ان ده هيجي له ايه؟ احلف ان ده ايه؟ هيجي له هيجوب الانصر. الثلاثه مع بعض بنسميهم ترياد او هيجوب الانصر. ايه؟ وبي ودي ابد هيجوب الى الاول عشان ما تنساهمش. الايه؟ ابريشن. البي نيوكوكاي، الدي داكتور ستارت. حيثما وجد الثلاث حاجات دول حيثما وجدت الهيبوم الارض. الثلاث حاجات دول اسمهم ايه؟ ترياد اوف هيبوم الارض. سؤال سهل، الباثولوجي نكتبه منين؟ من قبل كده نكتب الباثولوجي قبل كده كام ستيتش؟ ثلاثة نكتبه وندور عليهم كام؟ الباثولوجي هنكتبه وندور عليه ايه بقى؟ ايه الجديد؟ هنروح بسرعة؟ ماشي كويس. حتى حاسس ان هو مش فاهم حاجه، حتى عشان بشرح بسرعه. ابريت لو سمحت بالراحه عادي مفيش حاجه، يعني محدش يتكلم. اي حد عايز حته فاتته بتاعت ايه ينفع دي بس انا هشرح بسرعه شويه عشان انا ايه احنا بنفرد بقى يعني ايه بنجني الثمار اللي احنا عملناه انواع الالتر بسرعه فاهمني؟ طيب ادي العيان اهو وده سيلاني بودي وده الاي. بيقول لك ان العيان ده مزاي الكورنيا الالتر اللي هيجيب تبتدي كده اديه شويه الاقيها الاقيها مشت كده شويه، اديه شويه الاقيها مشت كده شويه. المفروض اي ألتر بتتبريد ازاي؟ دي لا دي بتتبريد ديب اند توورد دي طبعا يعني ايه؟ يعني كان الألتر ماشيه تحت القرنيه كانها بتزحف تحت القرنيه. هذه الألتر واحده من الألترات الزاحفه. It is one of the divergent ألتر. يبقى اول حاجه جديده ان الألتر بتاعتنا بتمشي ايه اند ايه؟ كيف عند توورد مين؟ توورد السيرفر. ليه؟ ليه الالتر مشت في هذا الاتجاه؟ هنعرف كمان شويه ان الالتر دي لها تو ايدج. ايدج اهو بص معايا، ايدج اهو في ايدج فيهم عليه ايبيثيليوم، في ايدج فيهم مفيش عليه ايبيثيليوم. الايدج اللي عليه ايبيثيليوم اسمه هيلينج ايدج، والايدج اللي مفيش عليه ايبيثيليوم اسمه ادفانسنج ايدج. هسألك سؤال، لو الأثر جت تمشي في هذا الاتجاه
مين يحطها طبعا؟ مين يوقفها؟ الإنزين. بس الأرضة دي ما عندهاش خيارات. قالي قدامها بأنها تمشي في أي اتجاه ده؟ اتجاه الهيلينج إيج. بس قدامها بأنها تمشي كده. في اتجاه أي إيج؟ الأدفانسنج إيج. اتجاه الأدفانسنج إيج دي بقى أنت إيه؟ أنت تورد مين؟ تورد إذا تنزل. يبقى ليه الأرضة دي مش هتتيم أنت تورد إذا تنزل؟ كلمة واحدة. بالعربي ناحية أي إيج؟ الأدفانسنج إيج. العربي ناحية الإيه؟ الأدفانسنج إيج. مش هينفع الأرثر تمشي كده لأن طالما في إبيثيليوم الأرثر مش هتمشي. فهمنا يا جماعة؟ يبقى الأرثر تمشي ديب أند سنترال كويس ناحية الأدفانسنج ولا الهيلينج؟ الأدفانسنج إيدج خلاص؟ طالما الأرثر بتمشي تحت القرنية بنسميها وان أوف سيرفيجنال أرثر خلاص؟ دكتور عبد الحليم ما قالناش بقية أنواع السيرفيجنال أرثر هناخدهم تجميعة بنجمعها في درس الكونجكتر بعد ما قلت بخاف منكم بقى صراحة حقيقة قال لنا نوع واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو يدور فاضي ابن عين ماشي اعمل معاكم كده بعد السنة مش هينفع كده خلاص؟ يبقى لو قالك اخر السنة ديسكاس سيرفيجنس الترز اول واحدة قالوا فاضي ابن مش هقولهم دلوقتي ممكن؟ عادي مفيش حاجة؟ مش هقولهم دلوقتي مفيش حاجة صح؟ مفيش اي مشاكل نفسية؟ اوكي خلاص ماشي احنا قلنا في كام ايدج؟ اثنين هيلينج وأصبر عايزين نقارن ما بينهم الهيلينج ايدج ناحية مين؟ لمف والأدفانسنج ايدج ناحية مين؟ السن الأول مقارنة تاني مقارنة الايدج ده مزحلق بص كده مزحلق اهو لوبينج ايدج طب الايدج التاني ده يا جماعة لو انت بصيت على القرنية من هنا هتشوفه مستخبي جوه تشوف كويس بنسميه اندرماين يبقى واحد مزحلق واحد مختفي الاثنين فيهم واحد مزحلق واحد مختفي واحد بلومينج وواحد ايه اندرماني في حاجه ثانيه واحد عليه بيتيم واحد ما عليهوش البلس ده لما تيجي تخش جوه القرنيه تروح تقف عند مين عند الايدج ده هيقول لك ايه وان ايدج فيهم ابيثيليايز عند باسكولارايز دول اندر نوت ابيثيليايز نوت باسكولارايز على ثالث مقارنه لو في هنا بلس ده الاورجانيزم تقف ولا دي جرين الأورجانيزم تند تو سكيب فروم بلس ديت بلس ديت يعني اميون ديت زي الأورجانيزم كلها جيرت كده وراحت فوق الهيد هم دايما الحته دي تلاقيها مليانه انفلاماتوري سيلز وهنا في ليتل انفلاماتوري سيلز يبقى الايدج ده يا جماعه ايبيثيليايز اند فاسكولايز وذ ليتل انفلاماتوري سيلز طب والثاني نوت ايبيثيليايز نوت فاسكولايز وذ هيفي او دنس ايه دنس ايه انفلتريشن ليه حصل الكلام ده؟ As the organism tends to skip from a organism كده كده As the organism tends to skip from blood vessels شكوى العيان ايه؟ انا انتوا لو تقولوها بقى احنا عنده أرثر يلا قول اشتكي من ايه؟ حرام عليكم بقى ايه؟ ها كمان لاكريميش فوتوفوبيا فوتوفوبيا صح؟ لبرزبان من يوسع عبدة فاضل واحدة ثلاث غلط موحي على بعض بلاب العمياء كيف ونوانا او لهم رسل تاني كورنيان سمت نفس الكلام زي اللي عادي خالص حتى انا كده بنقعد مش عايز اكمل ماشي يا جماعه ولكن في حته بس زياده ان البنت فظيعه ان الدموع فظيعه كل حاجه بتبقى زياديه ليه؟ اتفقنا عشان المشكله دي تحصل لازم الاورجانيزم يكون ايه والتوكسنز ايه؟ الاول لازم الاورجانيزم قوي جدا يبقى عشان كده المانيفستيشن هتبقى قوية جدا أقوى مما أنا متعود طب كذلك فحص ايه فحص العيان نفس الكلام يلا ها الليد دي ايه؟ اليم وكونجكتيفا اليم وكونجكتيفا نفس الكلام بالظبط ايه الزيادة؟ الزيادة اللي أنا بصيت هنا داخل الأنتيو تشارج هلاقي مادة الايه؟ الهيبوت ادي حاجة زيادة الزيادة اللي أنا هلاقي سيفير ايه؟ سيفير مانيفستيشن أوف ايه؟ أيريدوسايكولايز يبقى دول زيادة دي ودي أيريدو سايكلايز يعني انفلاميشن فين؟ في الأيريس قلتها في الأول انفلاميشن في الأيريس وفي تقدر يقول عرض نفس الساينز اللي فاتت نظام حاجتين في ايه في الايه في زيادة؟ زيادة هيقولوا وفي ايه في الأيريس وتقدر يقول ايه؟ بس طلبتهم سنة ماشي خلاص كده؟ مش عارف
لو قصة الدكر كده ما عايش عادي كده تاني لأن الحتة دي منعيتها كويسة لأن السنة مغطى ليه مغطاشها أنا كده فهمت سؤالك؟ كومبليكيشن أول كومبليكيشن يا جماعة عادي خالص زي ما احنا متعودين الأورجانيزم اللي هنا أو التوكس هتوصل للعيان في السيدة ريودي بأول كومبليكيشن كلهم عارفينه هيريدو سايكلايز ثاني سؤال ثاني كومبليكيشن المادة ده إيه؟ قبلت مين؟ الأنج يبقى ثاني كومبليكيشن كانت ريفرفورما ثالث كومبليكيشن بسماتوسي أولا يعني إيه بسماتوسي؟ ساعات عيانين كده لما الأصل بتاعتهم تبقى عميقة الأصل دي فاضل لها إيه والبربورين؟ الجسمنت ممبرين تعال الجسمنت ممبرين ده من ضغط العين يبطل ايه هو المرض ده؟ سماتوسيل سماتوسيل ده بقى ديلي رير انه هيكون في بعض سماتوسيل رير جدا ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ قلتها قبل كده قبل الالسر اهيت وده الجسمنت ممبرين التوكسين اللي موجود هنا عايز يوصل لفين؟ للايض هيعدي على الاستروما ويعدي على مين؟ على الجسمنت ممبرين التوكسين هو معدي على الاستروما هيعدي بسرعه جدا ما يلحقش يعمل دامج ليه؟ لان الاستروما خرمه في الاستروما فيها خروم خلاص هيعدي بسرعه يجي نفس التوكسين يعدي على الديسمنت ممبرين يعدي بسرعه لا لان الديسمنت ممبرين مفيش فيه خروم وبيحصل ايه للتوكسين؟ استجنيه وبعدين التوكسين دي يجي لها شويه انفلاماتوري سيلز منظر قدامكم ده عباره عن ايه؟ كولكشن اوف توكسين اند انفلاماتوري سيلز قصاد مين بالظبط؟ الارض جنت انتيريور تو مين بالظبط؟ ديسمنت ممبرين يبقى انا هو الموضوع ده اسمه posterior abscess formation يعني ايه؟ يعني collection of toxins and inflammatory cells opposite the ulcer just until two different membranes هذه الانفلاماتوري سيلز وهذه التوكسين هيعملوا ايه في هذا الممبرين في المنطقه دي؟ destruction or necrosis النكروزس ده قدامه ولا ورا؟ ورا بنسميه posterior abscess formation هسألك سؤال لو الالسر دي بقت عميقه كده هل هذا الديستركتيف ممبرين ينفع يحصل له بلجنج؟ يبقى الديسماتوسيت از فيري رير صح ليه؟ عشان في ايه من ورا؟ بوستيريور ايه؟ بوستيريور ابسس فورميشن طيب طول ما احنا ورا عاملين شويه نيكروزس وخلاص في ورا فات نيكروزس نسميه بوستيريور ابسس فورميشن ساعات النيكروزس يزيد لحد ما الحته اللي ورا دي اساسا مش فاكر خالص ده العيان بقى عامل كده اساسا دلوقتي ما عادش فيه ايه اساسا خالص بس الممبرين طيب لما كنا نكروز سمينا لنا ايه؟ بصوا ابسوليشن طب لما حصل اكثر من ورا دلوقتي بقى اكثر من قدام واكثر من ورا نسميها حاجه اصدع نسميها بوستيريور انسر فورميشن خلاص سواء بوستيريور ابسس فورميشن او بوستيريور انسر فورميشن الاثنين يمنعوا وجود ديسماتوسيل اقول لك على حاجه البوستيريور ابسس فورميشن يخلي حاجه رير ويخلي حاجه كومون ايه الحاجه رير؟ بس مش حاجه كومون ايه الكومون؟ دلوقتي عندي اثر من فوق وعندي مصيبه من تحت ومسهل ايه طبعا؟ الفريش يبقى خلي لي مين رير؟ ويخلي لي مين كومون؟ الفريش يقول لك البرفوريشن از كومون ليه البرفوريشن از كومون؟ عشان سببين انا قلت سبب ليه العيان ده كومون الاثر بتاعته خرم؟ لو قلت في ايه من قدام اثر في ايه من ورا بقى؟ بصير الابسس فورميشن او بصير الالسر فورميشن ده سبب في سبب تاني ان الالسر بتمشي ناحيه ايه؟ قال العيان الالسر بتمشي ناحيه الايه؟ السنتر حد فاكر السنتر اوف ذا كورنيا اخر ايه؟ فيري ثين فسهل ايه؟ البرفوريشن يبقى سببين هما تخلوا لي البرفوريشن كومون في ايه من ورا؟ بصير الابسس فورميشن قال سبب في سبب تاني ان الالسر رايحه ناحيه حته ضعيفه ليه ايه؟ ليه ايه؟ سنس يا دي حاجة ليه؟ اسمها تسيس حاجة كومون الفوريشن دي حاجة ليه تانية؟ فيستر احنا قلنا علشان البرفوريشن اي برفوريشن عشان نسميه فيستر لازم يحصل ايه في الايدج ده والايدج ده؟ ايبيثيلياليزيشن في التو ايدج هنا للأسف بيحصل ايبيثيلياليزيشن على كام ايدج؟ على ايدج واحد عشان كده ما يكتبش عمرنا ما نسميها ايه؟ فيستر الاتش الثاني اللي بيقطع عليه فيلير اوف ايبيثيلياليزيشن مين يقول اسمه؟ ادفانسنج ايج سو فيستولا از رير ديو تو فيلير اوف ايبيثيلياليزيشن اوف ويتش ايج؟ بسالكم ادفانسنج ايج
طب سؤال الألسر دي هيجوب الألسر دي تبقى عميقة جدا اهي تبقى ألسر عميقة جدا ام تسيب مكانها سوبرفيشال اوباسيتي ولا ديب اوباسيتي ديب اوباسيتي مين يسميها يا جماعة مين يسميها لكوف يبقى الألسر دي بتسيب مكانها ديب اوباسيتي ده برضو ايه برضو ايه كومبليكيشن عشان كده يا جماعة يقول كده كده البروجنوز بيش العين بعد الدرس ما تعالجش الدرس البروجنوز كده كده بيجي لو ما تعالجش لو ما تعالجش بسهولة يحصل الخريج لو تعالج نسيب مكاننا ايه تنسى وبس تؤثر على الفيجن يبقى لما لاقي ما يجوا من ألسر ببقى زعلان على العين كده كده العيان ده نظره ايه اتعالج هتلحم بتنسى وبس ما تعالجش هيحصل مصيبة اسمها الخريج يبقى البروجنوز كده كده ايه بات البروجنوز كل اللي انا بتكلم عليها دي كلها من الاول للاخر معظم الكلام بتكلم على التيبيكال هيجوم الاصل ايه الفرق بين التيبيكال والاتيبيكال ايه الفرق بين التيبيكال والاتيبيكال كام في المية 80 والتانية 20 التيبيكال سببها اليوم كايز الاتيبيكال سببها اذر اورجانيزم ساب وساب وفي تو اورجانيزم ركزنا عليهم مورس الكونفيجانز والاورجانيزم اللي اسمه سودومونس اللي موجود في عزاز قطره الالتر اكستريفيجنال اللي لها 2 اتش والكلام ده هي مين هي التيبيكال يبقى التيبيكال هي السيرفيجنال لا ادفانسنج وهيلينج اتش اما الاتيبيكال اللي 2 اتش مفيش عليهم ميتيريا فالالتر دي تمشي كده ماشي تمشي كده براحتها بقى يبقى الاتيبيكال لها اتجاه معين لا الاتيبيكال لها اتجاه معين زي الثانيه لا تمشي في اول دايركشن ليه عشان ال 2 اتش بتاع الاثنين ادفانسنج فهمني؟ فتمشي كده او تمشي كده خلاص؟ فاكرين وجود البوستير اكسس هورميشن يخلي مين بير؟ فاتوزي يخلي مين كومن؟ الفوليك اكسس الكلام ده يعني هنا ما فيش بوستير اكسس هورميشن فالفاتوزي اللي كان رير يبقى ايه؟ يبقى نوت رير البرفوليشن اللي كان كومن يبقى ايه؟ يبقى نوت كومن اكسس هنا في بوستير اكسس هورميشن هنا ما فيش فاتوزي رير هنا نوت رير فبليش هنصور هنا يعني الثلاث نقط اللي في الاخر دول ايه؟ حطهم هنا ازاي؟ تعكسهم خلص خلص خلاص ماشي يا جماعه؟ اشرح بسرعه كويس تاني كده كويس خلينا نشد بقى ماشي؟ العلاج ايه ده؟ هيجوم؟ تمام ممكن احط ابره هنا كده؟
واسحب الهايبوك ما ايه دي فرص ان دي دو ايه باكي ويتور هايبوك كويس الاورجانيزم بتاعنا يعنيه بكار غالبا يعني قم اجي تحت الكونترانسفايبر اجيب ابره واحق ان هو تحت الكونترانسفايبر بنسلة خلاص هيعمل بنسلة ده لم يعرف يستغل اللي نقاله فعلا فعلا في عيادتي لما يجي لحاجة هيكون الأرثر ضح ان تحت الكونترانسفايبر مضادات حيوية برضو بس طبعا مش بجيب بنسلة من زمان قوي ضح الكلام اللي بيتعمل فعلا فورتم عند فانكوماي مش معنى الفورتم ده حرمة الفورتم دي انتي جرام نيجاتيف حقنة البنكومايت الانتي جرام بوس وهذا الكلام الكلام اللي بيتعمل اللي فعلا بيتعمل بشوف هو الكتاب الرجاعي ليه مش موجود الكتاب الرجاعي ماشي يا جماعه شنو ده نعمل مقارنه بقى مقارنه كتب خلاص اي معلومه في العالم عن استفاده من المذكره دي الدليل دي اكبر مذكره موجوده اساسا في السوق مفيش مذكره 600 صفحه على رمض غير دي خلاص يبقى ايه ممكن نحكي ايه بقى الكلام الجديد فورتم عند بنكومايت الفورتم ايه انت ايه جرام نيجاتيف البنكو مالتن انتي جرام ده فعلا ده هو بقى وده اول حاجه تقولها في الشكل اول يعني قبل الكلام ده كله لازم تحط له دول اول ما تقول فورتا مبالكو مالتن بدون هيسكو ليه هو بيعمل في عيادته كده كلنا دكاتره فهد بنعمل في عيادتنا ايه في حالات الهيبوليك اكتر طبعا ده اكتب له كده ورقه فورتا مبالكو انزل هاتش احلهم واحلهم له في عينيه فورتا عند ايه؟ البنكو كده غيرت العلاج لا طب التريتمنت اوف كومبليكيشن نحن لسه قايلينهم يا جماعه ايدو سايكلات اول حاجه نعالجها جلوكوما بعد فاكرين ايه علاج الايدو سايكلات احسن فاتت بس يقول علاج الجلوكوما ميديكال وبعدين مش عارف ايه وبعدين مش عارف ايه طيب الاصل دي كانت ترتيب مكانها او بس شكلها ايه جلوكوما علاج الجلوكوما ادرك او ايه هرمون ادرك والتاثير بتاعي بتاعتنا طب ممكن يحصل بيرفوريشن علاج البيرفوريشن يعني يخش المستشفى ويلزقهم حد الكلام ده كله ايه يتكتب يعني في عيال هتكتب الاجابه ازاي تكتب تريتمنت اوف كومبليكيشن كذا وكذا ايوه فين التريتمنت انا قلت لك كومبليكيشن يعني المفتاح اللي يعالجه ان هو تكتبهم وايه تقول ايه نبذه عن العلاج ماشي يا جماعه اي سؤال في الهايبوميك التر اكتب ايه اسحب بالتريتمنت وبعدين نحط بالتريتمنت حط ايه دلوقتي ناحيه ايه فورتا وبانكو فورتا انتي جرام نيجاتيف وبانكو مايتش انتي جرام قولها انت بس مش فاهم حاجه قولها في الشرط ده اللي بيتعمل فعلا خلصنا البكتيريا دينا وقت هو ناخد الايه؟ ناخد الفيروس هل الجو بقى احسن شويه؟ ايوه طيب انا عشان انت لسه جاي هجيب ان شاء الله مرتين او ثلاثه زي ايه؟ ماشي الحصه الجايه هديك واحده اودي له واحده لا واحده هجيب يعني شويه كده الحصه الجايه انا اللي هجيبهم وانا على الصيد انت عارف ان انا مضحي قد ايه خلاص اوكي بس هاخدهم بعد الاذان بعد الكورس ما يخلص هاخدهم ماشي السنه الجايه ربنا يحيينا ويحيي ان شاء الله يا عم والله ما هو مش عارف الفيروس اللي اسمه هيربل سمبلكس فيروس يعمل انسر في العين والانسر دي بقى تبقى دكتور اي كلام لو انت ما شخصتهاش ليه؟ مفيش غيرها يعني تبص في عين العيان تلاقي انسر عباره عن خطوط كده والخطوط دي متشعبه وفي نهايه كل خط تلاقي كلكوع كده ما الانسر المتشعبه الانسر اللي شبه الدندرايت بنسميها ايه؟ دندريتك الف الالف دي شبه هيربيتك سمبلكس فيروس ممكن نسميها اسم تاني هيربيتك الف الوصفه لو سمحت الالف دي الحمد لله في الابيثيليوم بس تبقى ايه؟ سوبرفيشال عباره عن خطوط تبقى سوبرفيشال لينير الخطوط برانش تبقى سوبرفيشال لينير برانشنج الف اندنج ان وات كل حته بتنتهي بايه؟ بنقطه اندنج ان نقطه النقطه دي بتفرقها عن حاجه وجود النقطه ده يفرقها عن الالف بتاع الباس الجاي يقولوا لي هيربس ايه؟ زوستر الهيربس سيمبلكس بيبقى في النهايه دي نقطه عايزين نتحدث عن الهيربس سيمبلكس فيروس موضوعنا هو بيحب يضرب ايه؟ بيحب يضرب النيرفس لا الفيروس بتاع النهارده بيحب يضرب الابيثيليوم ودي اهم دي مساحه الدم دي كي وورد لو عرفت دي خلص الدم الفيروس بيضرب الابيثيليوم فبنسميه ابيثيليو تروبيك فيروس ابيثيليو تروبيك بيحب يضرب الابيثيليوم بيخش جوه جسمك وانت صغير الفيروس ده ويستخبى في الابيثيليوم ويستنى لما المناعه تقل يبتدي يطلع لها تاني ويهاجمك خلاص يبقى الفيروس بيعيش فين؟ في الابيثيليوم
commonly present in the body mucous membrane. موجود في النزل الجوزة، موجود في البقة الجوزة. فعلينا مثلا موجود في الإبيثيليوم بتاع الكونجنكتيفا، هذا العيان وده الكونجنكتيفا وده الإبيثيليوم بتاع المرض موجود هنا. يعني حاجة؟ لا، يبقى ضرنا مش عارف حاجة. الدم لما المناعة تقل، أول ما المناعة تقل الفيروس ده يبقى أكت بيعمل إيه؟ تعالى ناخد خلية دي وكبرها. هذا خلية وده النيوكليوس بتاعتها وده الفيروس. الفيروس بيعمل إيه؟ يخلي النيوكليوس تكون إيه؟ تكون الدي إن إيه بتاع النيوكليوس ولا الدي إن إيه بتاع مين؟ فالفيروس تبتدي الفيروس يتكاثر جوه الخلية والخلية دي تكبر، ولما الخلية تكبر أهي تبقى مليانة فيروس بارتيكلز. الخلية دي نسميها فيزيكلز. يبقى الفيروس لما يبقى أكتف ويحول الخلية إلى فيزيك أو من فيزيك ترش. لو الفيزيك دي لو اتشرت وطلع الفيروس بارتيكل هتأثر بقى على مين اللي جنبنا؟ الإبيثيليوم أوف ذا إيه؟ أوف ذا كورنيا. نفس الكلام يتحول لإيه الأول؟ لبقى وبعدين الفيزيك ترش ويحصل هنا ألسر. هيتأثر فيه بقى ده هيت يا مين؟ هي الدندريتك ألسر. يبقى إيه القصة؟ الإبيثيليوم أوف ذا كورنيا هنجيب الأكل، هنجيب الحتة من الأكل. الإبيثيليوم أوف ذا كورنيا هيتحول إلى والترابشر والتيب مكانها ماشي يا جماعة. في سؤالين، انا قلت الالفر سوبرفيشل ولا دي سوبرفيشل؟ واي سوبرفيشل؟ لان الالفر فين؟ في الامتين. تاني سؤال، واي برانش؟ يعني ايه الالفر شكلها كده؟ ليه عاملة كده متشعبة؟ يقول لك اصل ده شكل النيرف. يا بتضرب النيرف؟ لا، هي شكلها كده as it follow the nerve. خد بالك follow مش affect. يعني هل كل السيلز دي هتنضرب؟ لا، نلاقي السيل اللي تحتها ايه بس؟ يعني دي تنضرب لان تحتها ايه؟ نيرف. دي مش هتنضرب، دي هتنضرب لان تحتها نيرف. يعني الخلايا اللي بتتحول لفيزيكال فقط اللي تحتها نيرف. انا برضه مش لاقي، انا عيان. وهنا الدنيا مليانه ايه؟ ابيثيليا. في من جوه نيرف، هنضرب ونعمل انسر شبه النيرف. يبقى اكيد تحتنا بالظبط في نيرف واخد هذا الشكل، فاهمني؟ يبقى احنا هنضرب الابيثيليا اللي ماشي مين اللي ماشي تحت اهو، حتى احنا خدنا نفس الشكل النيرف. يبقى الالسر ليه شكلها كده؟ بيكون ات افكت ذا نيرف، كان صح؟ لا، بيكون ات فولو ذا نيرف. ات تيكس ذا ديستريبيوشن اوف ذا، يعني بتاخد شكل النيرف. لكن هي خد بالك الابيثيليوتروبيك مش نيوروتروبيك، عشان ما تتلخبطوش. ماشي يا جماعه؟ يبقى ليه شكلها برانشنج؟ الخلاصة اتفولو ذا نيرف، مش معنى انها فولو ذا نيرف انها نيوروتروبيك. هي من الاول دي الكلمة دي المفتاح تحت الدنس ان الالتر از او الاورجانيزم از نيوروتروبيك. عندنا كان نوع من الهيرب ستيمليك ثالثة ابتدائي. طيب وانا طيب 2 ايه اللي هو ابوف ذا 1 بيجي تايب 1، بيلو ذا ويست بيجي تايب 2. حتى اللي تحت لازم تبيه جينيتال تايب وده لازم تبيه اوكلار تايب. اكيد طيب 1 مسؤول عن كام في الميه من الانفكشن اوف ذا اي؟ كتير قوي، 75%. اكيد طيب 1 هو اكتر في الايه؟ في موضوع الدندريتيك كانسر. احنا اتفقنا الفيروس هيخش جوه ال 225. طب الحته اللي انتوا بتحبوها بقى قبل ما اكمل كلام، هذا المرض اهو شكله الحقيقي، هذا الالتر الدندريتيك واخده سبب في الايه؟ في الروتين. ايه الضوء؟ ايه ليه الدنيا زرقاء؟ انا بخلي الضوء، انا اللي اقصد ان الضوء ازرق عشان في الروتين ايه؟ يبان، يبان عشان في الروتين يبرق. نعم؟ الكبيرة؟ لا، الكل الزرق دي كلها كورنيا. الزرق دي كلها كورنيا ودي بيوبل ودي الاندريتك ايه؟ ألسر. مش باينة قوي؟ دي لو كتب في الامتحان تكتب الاندريتك ألسر تاخد نص الدرجة. الاندريتك ألسر سكان دي ويز ده انا عايز اقوله. طب دي؟ الاندريتك ألسر سكان دي ويز باين النص. في نهاية كل خط اهو شايف النوب دي؟ شايف النوب دي؟ في نهاية كل خط فيه ايه؟ فيه نوب. سندريتك ألسر ستيند ويز لوسين. سندريتك ألسر ستيند المرة دي بصبغة لونها أحمر. الصبغة اللي لونها أحمر دي صبغة الروز البنغالي، روز بنغالي ستين. تبقى دي سندريتك ألسر ستيند ايه المرة دي؟ روز بنغالي ستين. يبقى ممكن خد بالك بقى عشان الكلام ده هحتاجه. ممكن أسبغ الألسر بكام ستين؟ ايه؟ يا سندريتك يا ايه؟ يا رب يا ابريز في الابيثيليا وسووا ريز سيمبلت فايروس. معلش عشان خاطري سميه، عشان خاطري هم كلهم سموه ايه؟ عشان سميه دندريتك ابريشن بيسموه هم. طبعا الكلام يعني ايه؟ هم اللي بيسموه نشانا بيسموه دندريتك ايه؟ اصلا يعني اصلا المجتمع فيها جميع هذه المزايا بنسميها دندريتك. اوكي؟
لو سمحت لو سمحت شخص سندريتك أصلا السندريت روزنجر خدرك بقى الأنصر هنا وزعك شوية صح؟ الأنصر فرشة بص ده هيعمل سندريتك أصلا بعدين ايه اللي حصل؟ راح لدكتورة بولية جابي على مستشفى الدولية التركيزي ماشي؟ راح لقابل هناك دكتورة بولية مش قصدي حد معين أنا قصدي رمز للدكتور اللي مش كان حاجة راح لدكتورة بولية مش عارف حاجة راح حط له قطرة كورتيزون المفروض أو الدكتورة بولية ما كانش قطرة كورتيزون لأي إيه؟ لأي قطرة حط الدكتورة بولية حلو إن القطرة دي هتتخرم ليه؟ عشان هيبوظ عشان يسوبرفيش أمال إيه اللي هيحصل؟ الدكتورة بولية حاطه حلو القطرة بس هتفرش اوسع وتبقى شبه الأميبة او شبه الخريطه تسميها ايه بقى الالسر دي تسميها حد شفت كله موجود اميبويد الالسر او جيوجرافيك الالسر هسالكوا سؤال بقى الاميبويد او الجيوجرافيك الالسر سببها ايه ده الدكتوره بتقول ايه ايوه يعني سببها ايه الاستخدام الخاطئ للايه للكورتيزون اهي ادي الالسر بس ايه بس فرشه يبقى دي ايه بقى دي جيوغرافيك يعني كل ما نقول كده او اظن حد معين يعني انا مش قصدي حد معين مش قصدي دكتور معين اكس من الدكاتره اللي ما يعرفوش حاجه خلاص في زمايلكم في حته بقى انتوا بتخلصوا بتاخدوا الموضوع على الكاروتاج وصوت بطيخ ودكتور شاطر عارفين جوه احنا عارفين زمايلنا اللي هو ما يعرفوش حاجه خالص بص دي برضه ايه اس دي جيوغرافيك الفا انا اريد ان انت مش عارف قالك ميديا نقطه الدندريتك اكتر ودي النقطه كل دي نقطه جايه ان كل دي نقطه لا دي ايه دي ايه جيوغرافيك اكتر ماشي دي برضه جيوغرافيك اكتر مش طيب احنا قلنا ان الفيروس دخل في جسمنا احنا صغيرين خدت جوه بعدين طلع تاني دي القصه لما دخل جسمنا اول مره واحنا صغيرين ده اسمه برايمري ولما طلع تاني عمل بقى المصيبه الكبيره بقى بنسميه ايه ريجولنت انفكشن او سكندري الجسم يخش جسمنا واحنا صغيرين البرايمري انفكشن ده سن 5 شهور ل 6 سنين ليه مش قبل كده؟ قبل كده بيكون عندنا مناعه من الام يبقى مش قبل كده عشان الماتيرنال انتي بودي يكون الولد لسه كويس حتى الفيروس لما يخش اول مره الولد يبقى كويس حته كويسه الفيروس ما يعملش حاجه يعني لو عمل الفيروس اول مره لو عمل يعمل ايه جنرال ويعمل ايه لوكال الفيروس ممكن جنرالي ما يعملش حاجه سب كلينك او يعمل شويه سخونيه او شويه ثلج ابر ريسبيراتوري نفس انفكشن حاجات كلها مايلد طب يعمل ايه لوكال شويه فيزيكالز من اللي انت هوريها لك شويه فوليكلز وكونتراكتايل هل الفيروس المرة دي يقوى على انه يعمل دي؟ لا لسه ما وصلش لهذه القوة في الأول يعمل لي شوية ايه؟ شوية أرسلات صغننة كده في الكورنيا ما ايه الأرسلات الصغننة في الكورنيا؟ ما بكتين إبيثيليا ليجن وساعات الأرسلات دي تبتدي تكبر بقى ويطلع منها شايفين بقى يطلع منها ايه؟ بقى يطلع منها ايه؟ دندرايت اللي نسميها مايكرو دندرايت في الأول بتتكون الدندرايت أصلا أول مرة بتتكون الدندرايت أصلا بيحصل ايه في الكورنيا اللي أنا عايزه؟ النقط اسمها ايه النقط؟ بانكيتيد يعني نقط بانكيتيد ليجن او مايكرو دندرايت هل الفيروس لما دخل اول مره في الكلى هنا كده يقدر يوصل للستروما في ستروما ليجن؟ لا طبعا يقدر يوصل للايرس؟ لا طبعا يبقى نو ستروما ليجن ولا ايه بالمره كده ولا ايه؟ ولا ايرس ليجن ايه اللي هيحصل بقى؟ والريسك الفيروس هيخش يستخبى فين؟ في الليبيتيريا كان مستخبي في الابيثيليوم اوف ذا كونجكتيفا يستخبى كمان مثلا في الابيثيليوم اوف ذا تريجيمينال جانجل واول لما المناعه تقل الفيروس بدل ما يكون بيستعد اول مره الفيروس يعمل عمليه ارهابيه خيبان ما عرفش يعمل حاجه بدا يستعد ويجهز نفسه واستنى لما المناعه قلت بدا يطلع خلاص ده اسمه ايه بقى؟ سكندري شوف بقى لما يطلع تاني مره بعد الاستعداد ده بعد ما المناعه تقل يعمل ايه بقى؟ المره دي يعمل ايه؟ المره دي يعمل استرومال ليجن المره دي يعمل ايرس ليجن يبقى الاستروم الدندريتك التر والاستروم الليجن والايرس ليجن بيحصلوا فين؟ في الريكرنت انفكشن السؤال ايه اللي خلى المناعه تقل؟ او السؤال بطريقه اخرى قبل ما اتكلم في النقطه دي بص الصوره اهو الكلام هيعمل ايه؟ فيزيكالز فين؟ فيزيكالز في الليد
ايه هذا البيت اللي ده من صورة تانية لا ايه دي كل دي الاحمر ده دي البيتكال دي اوضل ايه البريزم نوتنج ده فاكتور ذات اكتيفيت ذا فايروس ايه اللي يخلي الفيروس يتاكتف يا جماعه الفيروس الانسان كلنا عندنا ايه اللي يخليه يطلع علينا فجاه ويدور لنا علينا فيبر طبعا جدا المنظر الاندريتك اوسط ده يجي العيان بعد الغربه حتى العيان بتتصرف اول ما لقيت اندريتك اوسط خلينا العيان ابتدي ارسم عليه بقى كان عندك وزن اسبوع ايوه يا دكتور كويس وجاز ده كان ايوه يا دكتور وكنت سخن وملاعتك قليله اسنان ايوه يا دكتور طب عرفت منين؟ والله يا جماعه مشهوره قوي الدندريتك اصلا تيجي بعد دول بقى ليه بقى؟ وانت عندك برد بتبقى سخن السخونيه بتاكتيفيت الوقت وانت عندك برد ملاعتك قليله والفيروس بتبتدي يبقى ايه؟ يبقى اكتف يبقى اول حاجه فيفر تاني حاجه ربنا يبعده عننا جميعا الاسترس اي واحد استرس الفيروس بيطلع واحده مثلا اول مره تحمل واحدة أول مرة يجيبها من السيرويشن واحد داخل في حياته الراوند بتاع كده ماشي؟ طب خد بالك موضوع الاستريس ده الله يخفف يعني أنت ممكن من الاستريس بتاع اللي في حياتك تجي لك يلا خليك كويس أه يا ولاد الكلب هتعمونا أنت اللي هتعمل نفسك أنت اللي هتبقى استريس ما بتديهم ده يا الامتحانات الامتحانات دي كلها دنيا يا جماعة ازاي كده؟ أنا ما كانش بيعجبني امتحان كان عندنا ال 20% أو كنت كان بيتأكد كنت بأكله عادي ما يهمنيش بقى الفكرة ايه؟ ليه تمتحن اكتر؟ لما ممكن تمتحن اقل الامتحانات دي اسبل حاجة في العالم وانا عندي فرصة بخشش الامتحان طبعا مخشش طبعا ده انا بتكلم عليها مش بتكلم عليها انا دي كانت مبدئي في الحياة ليه تمتحن اكتر؟ ماشي بيه على طول في الحياة خلاص؟ ايه بقى خد بالك بعدين الاستريس سيبك من الموضوع ده انا اعرف واحد والله والله هو حطيته سليمة ماشي؟ في الاستريس كان هيموت لما بيبقى ستريس جامد ساعات تحصل لك حاجات اسمها ستريس الترز في الصبح. بدا يجيب يا جماعه نزيف من بقه ونزيف من تحت بدا يجيب نزيف من كل حته دي لانه دمه كان هيقف انا دخلت عليك يا حيوان هتموت. عشان ايه يعني؟ عشان ايه؟ يعني عايز احط بجد والله وبعدين اساسا المينز كلهم بيموتوا بدري يعني السيمين عشان الموضوع ده عشان ايه؟ ستريس لا بتاع الشغل والحياه. انا والله الستريس ده يعني خلى الفيروس يشتغل. الاسترس او الفيفر او العيان حصل له اميونو سبريشن دراج اهو كمان انت الدكتور مثلا يجي له الاسترس كل شويه تكلم يقول له مفيش حاجات في المذكره والحاجات مهمه في المذكره فالدكتور يتضايق يعني الحاجات تطلع موجوده بس يجي له الاسترس ده او كده يعني لا سلامتك يا دكتور الله يخليك مع ان الحاجات موجوده في الدكتور بقى بيتضايق يعني ماشي اميونو سبريشن دراج العيان خد اميونو سبريشن دراج الفيروس اشتغل العيال اتعرض لأسرع فيروس بلايز الفيروس اشتغل أسرع فيروس يشغل الفيروس ايه الدليل؟ الدليل ان الأسرع دي تيجي أكتر في الفلاحين مش عشان الفلاحين ماشيين ولا حاجة احنا كلنا فلاحين علشان خاطر الفلاحين بيتعرضوا أكتر للشمس للأسرع فيروس دايما الأسرع دي تيجي في الفارمر أو الناس اللي بيتعرضوا من ايه؟ للأسرع فيروس هيبقى الفاكتورز اللي بتشغل الفيروس خلاص ماشي؟ طيب ايه الكلينيكال خلاص بص النهارده ما حدش يفتح بوق النهارده الكورس بقى احنا النهارده هكمل النهارده بس انا قصدي انا قصدي يعني كده يا حبيبي بس انا قلت معلش فهمتوا خلاص لسه بدري لسه ربع ساعه تطلعوا مفيش كفايه سيمتوم المره دي سيمتومز نوت سيفير لان العيان ده السنسيشن اوف ذا كورنيا بتاعه بيقل بيجي له حاجه مهمه بقى ركز معايا بيجي له حاجه اسمها كورنيال هايبوثيزيا احساس القرنيه بيقل بيتعدم خالص مش كورنيا انا سيزي كورنيال هايبوثيزيا ليه بسبب طول اول حاجه بتاعت ايه دي الفنكلز يا جماعه بتعمل ايه بتزود سخن القرنيه فيبقى النيرفز بعيده جدا عن
الناس تنرد دي احساسها ينعدم او يقل. الاول حاجه بتعمل لي كورنيال هايبوثيسيا الايه المنتل المنتل بتزود السكنس اوف ذا كورنيا. لو الكورنيا بقت سك يحصل ايه في الاكسبوجر اوف ذا النرف فيه تبقى ايه ما عادش بقى اكسبوز زي الاول. اي حاجه لما الفيروس يخش جسمنا يبتدي يحصل ايه لما يخش القرنيه يبتدي يحصل ايه في الجراث بيتس دي وبينات ويطلع منها قديمه بص بقى دي ما تحوط الايه لو انت حوالي النرف نرف حوالي ميه حوالي قديمه النرف يحس كويس لا يبقى تاني حاجه بتقلل الاحساس بتاع النرف بعتناها للنرف الايه بالنسبه بعدناها للليب حواليه بايه يا جماعه بالديما اذا السراوند زي ايه ده النرف خليك فاكر الكلام ده مهم. الترتيب اخباره ايه ده نورمال انافيزيا هايبوثيزيا هايبوثيزيا. طيب طيب عشان لو بعد الله عشان لو عشان لو بعد الله عشان لو بعد الله هو عشر دقايق خد بالك خد بالك لما اصل عيان طبيعي ان انا الاقي ليجلز فين في الابيثيليا موضوع المرض المرض وفي الطب اللي مش طبيعي ان انا الاقي ليجلز انسايد هنا في الايه الاستروك. تعال ناخد ليجلز في الابيثيليا. هل كل العيانين هيجولي في العياده كده يا ريت كان يبقى تشخيصهم عدل ابص علينا ايه دندريتك ألسر ساعات دول الاعيان يجي في الاول قبل دي بالمرحله دي في مرحله ايه نتمنى الاول بيبقى فيه ايه لما البنت دي تبقى شتمت دي يبقى مش كل عيان بيجوا كده ساعات العيان يجي لي بدري كده مرحله اسمها مرحله البنت لا مش عايز تكون مرحله البنت العيان ما جايين في مرحله السوبرفيشال بانكيتيت بانكيتيت يعني بنتشل يعني نقص. طب لو تبتدي اول مرحله لو تبناه تيجي لي بايه بقى وصفها بقى دندريتك او وصفها بقى سوبرفيشال برانشنج اندنج اند. طب لو حط كورتيزون غلط لو حط رقم 3 لو حط كورتيزون غلط اميبويد او دندريتك الزر هي الدكتوره مولين صح. لو حط كورتيزون غلط الالزر هتفرش صح يبقى فيجيوجرافيك الزر الغلطه بس للدكتور. لكن الالزر الجديده دي ده الغلطة غلطة العيان العيان ده انا اديته علاج صح وبدا الحمد لله الدندريتك الالسا بدات تمحي ما يجي بس بدا ايه وقلت له عامل حاج ما تفكش الغلطة ده قبل خمس ايام او 10 ايام العيان عمل حاجه اسمها ايرجي ريموفال اوف ذا باندج عشان الغلطة بدا مين يخبطنا تاني اللي بدا يتكون الالسا هنا جديده الالسا ات ذا سايت اوف ابريديوس دندريتك الالسا at the site of a previous dendritic ulcer not due to recurrence. هل الأورجانيزم رجع تاني؟ ده مين واقع؟ الإبيثيليا. عشان كده أهم كلمة أهم كلمة إنها non-infective ulcer non-infective مفيش infection فأهم failure of إيه بس؟ of epithelialization. الألسر الجديدة دي هي مش جديدة ولا حاجة هي ألسر at the site of a previous dendritic ulcer اسمها keratitis meta herpeticus meta يعني بعد كيراتايتس بعد بص 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 كيراتايتس بعد الهيربيتيكس بعد دي جت في مكانها كيراتايتس ايه بقى؟ ميتا هيربيتيكس. يبقى الكيراتايتس ميتا هيربيتيكس هي عباره عن ألسر at the site of a previous dendritic ulcer due to failure of epithelialization. ايه السبب؟ اول سبب انا قلته early removal of the bandage. العيان شال البندج غلط او ممكن عيان كذاب هو الابيثيليوم كل ما يتكون يقع تاني لوحده مش مش العيان ليه؟ الكورنيا لما بتكون ما بتحبش احنا اتفقنا الكورنيا فيها هايبوثيسيا. طب لو الموضوع ده زاد قوي بقت كورنيا الاناستيزيا اي كورنيا ما بتحسش الابيثيليوم بيلحم؟ لا طبعا يعني ممكن الابيثيليوم ده مش راضي يلحم لان بدانا يحصل لنا كورنيا ايه؟ اناستيزيا. الخلاصه العيان عنده فيلير اوف وات؟ ايه العلاج؟ كل مشكله العيان الجديد ده ان كل شويه مين بيقع؟ الابيثيليا. طب اعمل ايه؟ عايز تبعد الابيثيليا عن مين؟ عن اللب صح؟ حط هنا اللوبريكانت شويه شحم يعني مواد يعني حاجه زي الشحم لسه عشان ما مواد لوبريكانت. ليه لوبريكانت؟ عشان اقلل الاحتكاك ما بين الابيثيليا وما بين اللب. استخدم لوبريكانت
فيها بريزيرفاتيف ولا بريزيرفاتيف فري؟ بريزيرفاتيف فري يعني في مواد حافظه من الاضرار. المواد الحافظه من الاضرار دي ساعات بتمنع الهيلينج والتأنيب. انت محتاج الكلام ده؟ يبقى لو سمحت نقي لوبريكانت من ابو ايه؟ بريزيرفاتيف فري من الغالي اللي ما فيهوش مواد ايه؟ حافظه عشان الهيلينج والاكوايد. ادي حاجه. المواد دي ما قللت الاحتكاك، قللت فبتمنع الخلط. شكل ده بقى حط هنا كونتاكت لينز. انا عدلت ده عندك خلاص خلصت. كونتاكت لينز علاجيه اسمها ترابيوتك كونتاكت لينز. هذا حل. حاجه ثانيه في النعل الاحتكاك تماما. تعالى على الليد وقفله في الغرزه. الليد لما يتقفل كده خلاص ايه وقف. ده ايه دي؟ عرفت يبقى ازاي نعالج الكيلوفايتس ميتا هربنتيكا؟ زي نعالج الكيلوفايتس ميتا هربنتيكا؟ اقلل الاحتكاك احط هنا ايه؟ نوربت امنعه خالص لحاجتين كونتاكت لينز او تاتش كروس. كل هذه الليجنز فين؟ كل هذه دي ودي 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 فين؟ في الايبيثيل. طيب هل في ليجنز في الاستروما؟ ايوه. ساعات الإبيثيليم بقى يروح داخل سوري ساعات الفيروس يروح داخل هنا فين؟ في الاستروما. الاستروما دي متعوده على الفيروس تبتدي الاستروما تريكوجنايز هذا الفيروس على انه اكشن. يحصل ايه هنا بقى؟ انتجين انتي بودي في اكشن. يقول لك ده فيروس وهو معدي انسايد الاستروما بس تريكوجنايز از ان انتي نعتبره انتي. خلاص ماشي يا جماعه؟ لما اعتبرناه انتجين حضر انتي بودي لاكشن. طيب يبقى شكله عامل ازاي في الحقيقه؟ انا العيان اهو ورا الفيروس اهو جوه الاستروما مش ليه؟ مش الليزر ابتدي يتحول في انفلاميشن كده انفلاماتوري اديما. الاديما دي شكلها ايه؟ ديسك شيب. عشان كده الموضوع ده كله بنسميه الانفلاميشن اللي شبه الديسك بنسميه جي تي فورم كيرايت. ده اول استروما اللي يجي شكله ايه؟ شكله ايه؟ هذا الفيروس جوه اهو ديسك شيب. عشان كده سميناه دي في فورم كده. بس اصل عشان يحصل دي فورم كده لازم الفيروس يخش جوه يكون المناعه كويسه ولا وحشه؟ كويسه عشان يحصل الكلام ده. طب لو الفيروس دخل جوه المناعه وحشه يعمل ايه جوه في الاستروما؟ عادي يعمل نيكروز في الاستروما. حاجه ثانيه بقى ليشن ثاني اسمه نيكروتايزنج كيراتايز نيكروز اوف ذا استروما. يبقى اقول لك على حاجه لو الفيروس دخل جوه والمناعه كويسه دي في فورم كيراتايز. لو الفيروس دخل جوه المناعه وحشه نيكروز في الاستروما نيكروتايزنج استرومال كيراتاش. ماشي يا جماعه؟ طيب خلاص بس الكلام ده كله خدناه دي بقى خلاص انا واقف على العلاج بس ما ده خدناه كله. فاضل دقيقه واحده فاضل دقيقه. نعم ايوه طب الكومبليكيشن الفيروس لو وصل للايه؟ الايرس. يلا على طول دايما نعمل ايه في الدراسه دي الايرس؟ فعلا كده جينا في حته جديده بقى ان الدروب بتاعها هتبقى جامد لدرجه انها تربشه وبيطلع منها دم هنا فين؟ دي حاجه جديده بقى دم في الانتير تشامبر اسمه ايه؟ حاجه دي غلط اسمها هاي فيما. وات از هاي فيما؟ بلاد انسايد ذا اي سي. الانفلاميشن في الايرس اللي معاها هاي فيما مش هتفوته كده لازم نسميه بقى نسميه ايه؟ الانفلاميشن في الايرس اللي بقى معاها هيبتيما لازم نسميه اسم لوحده بقى نسميه هيموراجيك ايرس او هيربيتك ايرس. هيموراجيك او هيربيتك ايرس. اكيد الدم ده هيعمل ايه يا جماعه؟ طبعا الان يبقى ده كومبليكيشن عادي جلوكوما. ممكن الفيروس اللي يوصل هنا يوصل هنا برضه يوصل لمين؟ مين المثلث ده؟ الفيروس يوصل للايه؟ للترابيكيولا المشورك يعمل كومبليكيشن اسمه ترابيكيولايز يعني انفلاميشن اوف ذا ترابيكيولا المشورك. خلاص؟ اخر حاجه بجد قبل العلاج بجد بقى المره دي ما ايه الانسر دي؟ تختلف عن بقيه الانسر دي في ايه؟ اول حاجه بصوا كده والله شكلها انها دندريتك. تاني حاجة من الألسر دي حتى الفكر العام بيفكر لك منصب عليها، أقول له كل اللي هيجي لك دور ده تجيلي، تديك العلاج لو الألسر ترد لك. العام بيفكرك إنك تضحك عليه عايزه كل شوية يجي عشان إيه؟ يدفع. الألسر دي فيها حاجة غريبة إنها ريكارنت ألسر. طب إيه الغريب في كده؟ إنها ريكارنت ألسر. المفروض أي فيروس بيخش جسمك
الجسم بيكون ضد حاجه اسمها سوليد اميونيتي وما يجيش تاني زي الحمره. هي لا ما بيحصلش. ليه الفيروس اللي دخل جسمنا ده لم يتكون ضده سوليد اميونيتي؟ لان الفيروس مستخبي في الجسم يعني ما وصلش للدم يعني المناعه مش بتتعرف عليه. صوت الالسر ايه؟ يكسر. يبقى الالسر دي ريكرنت الالسر عكس كل الفيروسات اللي في الدنيا. ازل النوع ايه؟ There is no solid immunity. ليه ما فيش solid immunity؟ لأن الفيروس فين؟ الإبيديميا. استفادت الإبيديميا المناعة مش هتتعرف عليه. آخر حاجة الألسر دي نيفر بيرفوريتي، نيفر ماسكولاريز، نيفر تسيب مكانها علامة. ليه الألسر نيفر بيرفوريتي؟ مفيش. ليه نيفر ماسكولاريز؟ الألسر دي فين؟ في الإبيديميا، بيلحم لوحده. من غير إيه؟ من غير ما محتاج إيه؟ من غير ما محتاج إيه؟ رب يبقى ليه نيفر بيرفوريت نيفر فاسكولاريز؟ ايه معنى؟ لانها فين؟ في الابيثيليا. طيب لو في انسر في الابيثيليا تيب الابيثيليا ده بيلحم يجيب سكار يبقى نيفر انها في بريزيديو او تيب سكار ما تسيبش مكانها علامه. نيفر ايه؟ نيفر ايه؟ نيفر ايه؟ نيفر بيرفوريت نيفر فاسكولاريز الحمد لله نيفر ليف ايه؟ بريزيديو. ثانك يو.